مين فيكم بيحب الاضطهاد؟ يعني انتوا تحبوا الاضطهاد؟ حد فيكم يحب الاضطهاد؟ حد فيكم يحب الاضطهاد؟ ما انتوا لو كنتوا بتحبوا الامتحانات كنت حبيتوا الاضطهاد، بس انتوا ما بتحبوش الامتحانات. وانا لا ادعي ان انا في سنكم كنت بحب الامتحانات، يعني ما كانش حد بيحب الامتحانات، حاجه عاوزينها تخلص عشان تيجي الاجازه مش اكتر يعني. اوكي، مين فينا بيحب الاضطهاد؟ ولا واحد. ده الكنيسة بتصلي ان ربنا يرفع عنا الاضطهاد. بس انا هقول لكم حاجة، الاضطهاد اللي محدش فينا بيحبه، الكراسة والقلم والاي بي سي والوان تو ثري والاديشن والسبتراكشن والديفيجن والحاجات اللي انتوا هتاخدوها دي بعد كده وتفضل مش فاهم وسؤال سخيف قوي، سبع برتقانات اخدنا منهم ثلاثة يتبقى كام؟ طب ناخد منهم ليه من اساسه؟ يعني ما نخليهم ببركتهم سبعة، يعني انت مش قادر تجيب، هم ليه بيشيلوا من البرتقان؟ لكن انت هم عاوزين ربنا يعلمك الطرح، بس الموضوع فيه مجهود. فانا هقول لك بقى شويه حاجات. الاضطهاد اللي احنا بنقول ما حدش فينا بيحبه، عاوز اسالكوا سؤال، تفتكروا الكنيسه لما بتريح بتوصل ولا لما بتضطهد بتشد؟ انتوا خايفين تجاوبوا ولا ايه؟ بتضطهد بيحصل لها ايه؟ اول ما تضطهد تلاقي الناس ايه؟ صلت. الناس عملت ايه؟ تابت. الناس خافت. عارفين سفر القضاة اول ما يقول لك واستراح اسرائيل وراها مصيبه، اتجوزوا من الامم يعبدوا الاوثان، فربنا يقوم عليهم شعب، اي شعب من اللي حواليه، وليكن زي المديانين في قصه جدعون، ويبهدلوهم. فصرخ إسرائيل إلى الرب. يعني أنت كنت بتصرخ إمتى؟ في الاضطهاد ولا في الراحة؟ صرخنا في الاضطهاد. يبقى الاضطهاد اللي الناس ما بتحبهوش ده ممكن يكون أحد الوسائل التي يستخدمها الله في محبته لينا، لأنه صانع الخيرات عشان يفوقنا ويرجعنا. لأن في وقت الاضطهاد بنفكر هنعمل إيه؟ الناس لما اتطردت من العراق وكانت بتضرب بالرصاص ما كانش عندهم رفاهية يغيروا يحطوا أكليريك ولا يحطوا أكلادور ولا يعملوا شعرهم كنيش ولا فنيش ولا يعملوا كيرلي ولا يعملوا إيه، ما كانش عندهم الرفاهية دي، كانوا بيدوروا على النفس والحياة وبق المية وإزاي يطلعوا من القرية دي للقرية اللي وراها، فما كانش عندهم غير الصلاة. قابلت ناس في ألمانيا وفي كندا من العراقيين قال لك احنا ما عرفناش ربنا في حياتنا لما اضطردنا من بيوتنا اللي ما حدش فينا يحبها. فاللي انت شايفه ضرر وشر قد يكون دواء، قد يكون طعم مر في البق، بس ده خير ولا مش خير؟ رجع الناس لربنا ولا ما رجعهمش؟ انا قابلت عراقيين في كندا كتير، وقابلت عراقيين يعني في أماكن مختلفة، لأن العراقيين من أكتر الناس اللي تصفوا من القاعدة ومن داعش، قالوا كده إن إحنا لقينا ربنا في الاضطهاد. قبل كده إحنا ما كنا نعرفه، كنا نحلف بيه، يعني علاقتنا بربنا الحلفان وسب، سب السب، يعني اسم ربنا يجي في حاجتين، يا بتحلف يا بتسب باسمه، يعني مصبتين، دي كل علاقتنا بربنا، ينسب ينحلف. ما عرفناش ربنا بجد الا في الاضطهاد. الله، يبقى البلاي ستيشن كانت مودياني في داهيه، ولما اتخذت من ايدي واتقرصت ودني قلت يا بابا خلاص حرام حرام حرمت 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 مش هعمل كده تاني. الكنيسه لما كانت مضطهده في القرن الاول الميلادي انتشرت، ولما ريحت في اوروبا ضاعت أوروبا المسيحية. النهاردة جالي بوست عجيب قوي، شيء بالشيء يذكر، يعني الناس لما ريحوا بعدوا عن ربنا حصل إيه؟ النهاردة أعلنت السويد إنها أول دولة في العالم هتعتبر الجنس رياضة وله مسابقاته. أنا قريت ست أسطر، هي المقالة بالإنجليزي، قريت ست أسطر ربنا يعلم حصل لي فومتنج. عارفين لما معدتك تقلب من مش قادر أقول غير إن أسوأ كلام ممكن يتقال، رياضة وهيحددوا المسابقات فيها تبقى شكلها ايه. انا دخت،
هي دي السويد اللي في يوم من الأيام كانت تعتز بالكنيسة السويدية. راح فين المسيح اللي في السويد؟ ضاع. ليه؟ لأن إحنا عندنا في السويد وفي الاسكندنافيان من أعلى مستويات الأداء وأعلى معدل اقتصادي للفرد. ناس مرتاحة. يضيع ربنا. فالاضطهاد اللي انت شايفه شر وبتقول ليه يا رب بتسمح بالاضطهاد، دي أداة ودواء بيرجع بيها أولاده. يبقى لما نتكلم على الاضطهاد بمنظور روحي، خير ولا شر؟ نقول ايه؟ خير. بس انت شايفه ايه؟ شر.